السلام عليكم. عندنا تطبيق اوفر ولات، راه نبداو تيست نت تاع البلوكشين تاعهم، من بعدها راح يبداو يعاودوا يدخلوا في الماينات. يعني راهم يتستيو في البلوكشين تاعهم، حنا نلقيو نظره برك، لانه من الصعب باش تولي معاه مدقق في هذا الامر. الرابط تاع التست نت تاعهم تلقاه في تيليجرام. كما شوفوا هنا عزيزي مختبري النسخة التجريبية المغلقة كبيرة بزاف، نشحنا قبل أن تبدأ. اوفر بروتوكول اوفيسيال، ينضم الى قدم استخدام اسم مستخدم في النموذج، وتحط الايميل مود باس، تعطيك يعطيك الكلمات سجل فيهم. المرحله الثانيه احصل على اختبار وشارك فيه لتصبح اوفر مدقق، لما نشرح نكون مدققين. الفيديو ثاني موضوعه في اليوتيوب، هو هنا الطريقة. Into the tutorial of included in this video, so check it out. You will see an account or box feature on my tab, and I can say this is the main screen of Evernote. Honestly, it is the coolest and easiest to use compared to other nodes I know. Want to check how much over you've got just لانه صعوبه هو قاعد يخدم فيها في الميكرو، انا حاولت نخدمها في التليفون، في الاخير تخرج لي بلي ما نقدرش. يعني اللي عنده ميكرو يحب يقدر يخدم، هذه هي الطريقه. هنا head over to the next square. على العموم هذا الامر تسمى ايجابي لنا، لانه البلوكشين حيخرج صادق، وراح ننتظروا الايامات القادمين لما يبداو في الماينات، راح نعملوا معهم نخدموا معهم. بالنسبه مادامنا رانا في البلوكشين، عندنا عملة جديدة فيها كاتبين فيها تطبيق بلوكشين، كان حطها متابع في تيليجرام وكنت درستها كأنها بلوكشين صادق. راح نطلعوها ونشوفوها مع بعض. هي العملة جديدة، نشكر الأخ اللي جابها لنا. الرابط راح نخليه في صندوق الوصف. راح تسجل هنا، حط هنا اسم مستخدم، ايميل، باسورد، كونفيرمي باسورد، وراح نضغط على كرييت كونت. تضغط هنا ثم ندخل. حيبدأ التعدين معنا من هنا، كما نشوفوا راه متوقف التعدين. تضغط هنا يبدأ التعدين معك.
العملة جديدة بلوكشين، يقولون بلوكشين. هنشوف هنا بدأ الوقت معنا يخدم، راح نطلعها في الجوجل كروم. سوف ما تديلكش مساحة نهائيا لما تحطها في الجوجل كروم. كيما نشوفوا لهنا راح نشوفوا الورق البيضاء تاعهم. بلوكشين هو رمز اساسي للمستقبل. هنا يحكيوا الميزات تاعهم: اللامركزيه، الامان. هنا هاي مميزات البلوكشين تاعهم: يبلغ عدد المعاملات التي تتم معالجتها بواسطه السبب تي بي اس في الثانيه هي 600,000 بلوك. هو انه بلوكشين الرئيسي لانخفاض، يجب الاتفاق على كل معاملة في جميع العقد. يعني 600,000 معاملة هو بوابة للدخول الى عالم بلوك ويب سيت. تكنولوجيا جديدة ومتطورة باستمرار، سيكون من المفيد الحصول على دليل. اذا كنت تريد التعمق اكثر نقترح عليك القيام بذلك. هنا خريطة الطريق، نبداو بداية تحم في نوفمبر، إصدار الورقة البيضاء 6 نوفمبر. هو مشكور الأخ جبنا التطبيق الجديد. يعني نشوفه هنا برك، هنا الورقة البيضاء تخرج في 6 نوفمبر. نشوفه هنا بروتوكول ومحتويات أخرى في نوفمبر. ديسمبر الاحتفال بالإطلاق البلوكشين. يناير منصة تداول لامركزية، يعني في جانفي يطلقوا المنصة تاعهم. مارس 2000 وظيفة إعادة التشغيل. ماي مشكلة قابلية التوسع للكتل. هذه متبانش لهنا البلوك، ثم تم إطلاق الموقع. الذكية المتسلسلة الأخرى مش تبان لي مليح. نوفمبر إصدار، عاود نرجعنا. كيما نشوفو هنا، هنا اللي يهمنا وش هي، إنهم قالك ديسمبر الاحتفال بالإطلاق البلوكشين، وهنا منصة التداول في يناير 2024. يعني مش بعيدة بزاف علينا القصة هذه، مش بعيدة. هنشوف هنا هذا الرئيس التنفيذي تاعهم، هذا الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، هذه شريك مؤسس. على العموم التطبيق جديد في بدايته، راح نضيفه للقناة، الرابط تلقوه في صندوق الوصف. وفي الأخير نقولكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.